صباح الخير من جديد، ومستمرين معكم في فقرة صباحكم أجمل، والآن إلى مطبخ صباحكم أجمل حتعرف على وصفة جديدة أكيد ما شفتها أنا. تماماً، أنا رحت شوي غشيت منها، شفت المشروم وشفت سباجيتي، مش عارف كل التفاصيل عموماً، ما غشيت إيش أنت أبداً؟ ما هي خلاص أنت قلت الوصفة كلها سباجيتي بالمشروم بس. طيب خلونا نتأكد من الوصفة ونشوف كيف ممكن نحن نسويها في البيت مع شيف تهاني وسونيا. صباح الخيرات. صباح الخير عليكم صفاء وحمير، وصباح الخير عليك شيف تهاني. صباح الخيرات عليك سونيا وعلى صفاء وعلى حمير وعلى المشاهدين، يا رب نهار سعيد علينا وعليهم يا رب. شفنا لكم الوصفة اليوم صح؟ اليوم سباجيتي ومشروم، خلص هي انتهت الوصفة. إذن مشاهدينا اليوم بوصفة جديدة مع الشيف تهاني، ونبدأ أولى خطواتها أو نبدأ بالمقادير قبل الخطوات. أول شيء اليوم نعمل مشروم بسباجيتي بالمشروم أو بالفطر، وصفة كتير بسيطة. اليوم عملناها خضار أو فيجيتيريان نقول الوصفة، بدون أي لحوم، مش راح نستعمل البروتين اليوم. وصفة بسيطة جداً من المطبخ الإيطالي أكيد. راح نستعمل المعكرونة اليوم هي السباجيتي الرفيعة، استعملت رقم واحد، ممكن اي نمره بنحب نستعملها. في اللي ما بيعرف السباجيتي في في السباجيتي درجات منها، هاي رقم واحد، في ارفع منها كمان. في زيرو، في واحد، في اثنين، في ثلاثه، في اربعه كمان، وفي خمسه تكون كثير سميكه. راح نعملها اليوم بالمشروم، استعملت اليوم مشروم الطازه، بتكون اطيب. اذا مش متوفر ممكن نستعمل المعلب. راح نستعمل اليوم معها البقدونس، تقريبا ربع كوب بقدونس راح نفرمه فريش. ثوم، جبنة البارميزان رح نعملها اليوم شط شط، رح نفرم معها بالسباس الأحمر، إذا مش متوفر الأحمر ممكن نفرم البسباس الأخضر. رح نتبلها فقط بالملح والفلفل الأسود بالإضافة لزيت الزيتون، دائما لما نقول مطبخ إيطالي معناته زيت زيتون. ورح نستعمل الملح أيضا بسلق السباجيتي، من المحتاجين لمي مغلية، مي كمية وفيرة لحتى نقدر نسلق السباجيتي فيه. قبل ما نطلع على المقادير بس توضح للمشاهدين إيش نوع الجبنة هذه؟ ما حكيت أنا. ايوه بس يعني اسمها غريب كده. اليوم راح نستعمل جبنه البارميزان، جبنه ايطالي بتستعمل تقريبا في كل الاطباق السباجيتي او اطباق المعكرونه، يعني مخصصه للمكرونه. هي للمكرونه، وبتستعمل في اطباق ثانيه، في اطباق الدجاج، في اللحوم، بس اكثر شيء دارجه في اطباق المعكرونه. راح ممكن اذا مش متوفر نستعمل اي نوع جبنه ثاني، ممكن البارميزان او ممكن التشيدر، بس البارميزان بتتوفر، او سوري الموزاريلا. ممكن البارميزان لها نكهة مميزة، يعني نكهة حادة وفيها ملوحة ظاهرة، يعني هي بتكون مالحة عادة. فمميزة جدا بالأطباق المعكرونة، إذا مش متوفر ممكن نستعمل أي نوع جبنة ثانية متوفرة. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا نعيد عليكم المقادير اللي بتظهر على الشاشة لوصفة اليوم، والمقادير هي 500 جرام سباجيتي، زائدا كوب فطر مقطع، ثلاثة ثوم، فلفل أحمر، ربع كوب بقدونس، ربع كوب زيت الزيتون، ثلاث ملاعق بارزمينا الجبنة أو أي جبنة، ملح، فلفل أسود. أول خطوة نبدأ فيها شيف تهاني؟ هلأ رح نبدأ بالسباجيتي. السباجيتي إحنا حاطين المي، ما بدأت بالغليان، راح نضيف لها هي أعلى درجة، راح نضيف لها الملح. محتاج كمية ملح لحتى تتنكه السباجيتي، ما تكون عندي دلع طعمها، محتاج تكون فيها ملوحة شوي. وراح نضيف لها شوية زيت نباتي لحتى ما تلتصق مع بعضها، لأنه اليوم أنا قبل هيك كنا نعمل أنواع معكرونة معها صوص أبيض أو معها صوص أحمر. عادة هاي الأنواع اللي معها صوصات زي هيك مش محتاجين نحط عليها زيت، لأن أنا بدي الزيت رح يمنع الصوص إنه يلتصق بالسباجيتي أو في المعكرونة. ممكن أستغنى عنها، بس بهاي الحالة أنا ما عندي هالصوص، ما عندي صوص يعني كثيف. ممكن احط شويه زيت نباتي في المي لحتى ما تلتصق مع المعكرونه. بدي استناها شوي ترجع تغلي كمان كم من ثانيه، لانه الملح خفض درجه حرارتها. رح نبدا هلا بالطاوه اللي رح نعمل فيها نكهه المكرونه. رح نبدا بزيت الزيتون، زي ما قلنا مطبخ ايطالي معناته زيت زيتون، مش رح نستعمل زيت نباتي، لازم محتاجه كميه وفيره شوي اليوم. كم مقدار من الزيت؟ يعني بنقول تقريبا ربع كوب، اكثر شوي حسب كميه السباجيتي. انا هون ممكن ثلث كوب كافي مع كميه المعكرونه الموجوده عندي. لانه هو زيت الزيتون اللي رح يغلف لي الحبات وراح يعطيني طعمه. هيك انا عندي كميه الزيت كافيه، يعني هي مش كثيره، لانه انا ما عندي اي نوع دهن ثاني، مش مستعمله ولا اي نوع، حتى يعني انه جاي من نقول من نوع بروتين معين، لحم او دجاج ما عندي اليوم. رح نخليه يدفى شوي، رح نبدا بالثوم. الثوم رح اليوم ممكن حسب الرغبه، ممكن نقطعه شرايح وممكن نقطعه ناعم، انا اليوم رح اكتفي اني اقطعه شرايح هذا الشكل.
حتى تصير نكهته اقوى. لا هو شوفي كل ما فرمناه انعم بتكون نكهته اقوى اكثر. بس اليوم انا بهاي الصحن ممكن نقطعه حلقات، يعني بدي اعطيكم اكثر من خيار. راح يكون خيار كافي بهذا الشكل. طبعا الثوم دائما بدخل في كل انواع السباجيتي او كل انواع الباستا بشكل عام. زيت الزيتون بدات تطلع ريحته. بدات تطلع ريحتها. بعد ما اضفنا زيت الزيتون ثاني خطوه نعملها ايش؟ هلا بدنا نضيف الثوم. هيك انا عندي كميه الثوم كافيه، تقريبا 4 فصوص ثوم كبار. كميه الثوم اليوم كبيره شوي. نعم، الخطوه اللي بعدها راح شوي نحركهم. هلا راح ابدا بفرم البسباس الاحمر، راح يكون حار اليوم الطبق. يا سلام، يمكن اعمله دوائر نفس الشيء. هذا من عندي من الحديقه. في معك بستان، احنا نسميه بستان الحديقه. اكيد بيكون حار غير اللي بالسوق. هذا لا حار جدا بصراحه. هيك راح اكتفي بحبه واحده، لان اليوم انا متاكده انه حار. راح يبين معنا هلا ريحه الفلفل راح تطلع. هلا انا المي بدات تغلي، راح اضيف السباجيتي عليها. هاي نوع السباجيتي او الحجم هذا مش محتاج اكثر من 4 دقائق، لحتى هيك انا ضفته اليوم على الهواء، لانه بدي اطوله وانشره مباشره من المي على الطاوه. في خطا بيقع في الناس انه بيغسلوا الباستا، بيغسلوها بالمي البارده، هذا غلط. ايوه انا كمان كذا. شوفي ممكن نغسلها في حاله انه انا ما بدي دغري مباشره استعملها على على النار، يعني ممكن اسلقها بالوقت احط عليها شويه مي او ممكن احط شويه زيت لحتى ما تلصق بعض. عادة الباستا بتلتصق في بعضها، يعني لو غسلناها ما نحطهاش مباشرة، نحاول ما نحطها لا هي مباشرة من الطنجرة لازم. على وقت الطبخ يعني مش لازم نغسلها بالمي الباردة. إذا فيما لو اضطرينا نغسلها في المي الباردة لحتى إنه محتاجة تقعد وقت وأنا مش مباشرة راح أطبق الطبخة، ماشي مش زعلانين. راح نرضى بهذا الخيار. هلا راح أضيف المشروم أو الفطر، نقلبه. طبعا الفطر فوائده عديده ومتعدده، يعني اليوم السباجيتي صحي 100%. هلا ممكن الفطر عاده الاطفال ما بيقبلوه. ليه؟ خلص مش عارفه، هلا من اطفالي من هاي النوعيه يعني ما بيقبلوه. ممكن نفرمه ناعم، هو شبيه بقوام اللحوم. الفطر عاده يعني قوامه فتم وقت ما ناكله، اذا ما عرفنا بتحس كانه دجاج او كانه لحمه. فممكن نضحك على اولاد ونقول لهم هذا دجاج ونصغره نصغر الفرمه تبعه لحتى انه ما يحسوا انه مشروم ويستفيدوا منه. رح نفرم خصوصا الاطفال اللي مش متعودين عليه يشوفوا انه حاجه غريب. هلا اليوم الاعشاب اللي رح استعمل هي البقدونس، ممكن اذا متوفر الريحان، ممكن اللي بحب يضيف شويه الزعتر، بس البقدونس كثير اضافه طيبه للباستا. ممكن نستغني عن انواع الاعشاب الثانيه في نكهه البقدونس فقط. الباستا شوي. لو حطينا كبزرة ممكن. ممكن. طيب الآن المكرونة كم نخليها لحتى تستوي؟ هلا هي بدها 4 دقائق. رح نحركها شوي، خليها على النار. هلا بهي المرحلة ممكن أضيف شوية ملح، رح نضيف شوية فلفل. الفطر بسرعه راح يستوي معي، مش راح ياخذ وقت كثير، مش محتاجين اصلا، هو ياكل ني يعني مش محتاج انه ينطبخ كثير على النار. بس بالوصفه ما فيش بهارات كثير زي بقيه الوصفات. لا فلفل وملح فقط. فلفل ثوم بقدونس. اصلا الباستا يا جماعه مش محتاج كثير بهارات. الاضافات البهارات صارت من يوم ما دخلت على المطابخ الثانيه، المطبخ العربي، المطبخ ممكن نقول الهندي. عاده المطابخ الاوروبيه مش فيش فيها بهارات، بتعتمد على البهارات كثير الا الفلفل الاسود. هلا بهاي المرحلة أنا راح أضيف شوية من مية الباستا لحتى أساعد على الفطر إنه ينضج معي. تقريبا كيف نعرف إنه الفطر يعني أصبح ناضج؟ هو شوفي مش محتاج كثير وقت، أنا بدي إياه بس شوي راح يبين إنه دبل معي، بدي إياه يفقد القرش اللي فيه أو القساوة اللي فيه. بدنا ننزل الثوم اللي على الأطراف لحتى يطرى مع كمية السائل الموجودة. هيك انا عندي
اللي بحب يضيف مثلا مرق دجاج او بودره مرق دجاج مكعب مرق دجاج ممكن يعطيه دسامه زياده. احنا اليوم راح نكتفي بالنكهات النباتيه فقط، مش راح نضيف اي مكون حيواني في الطبق. طبعا احنا الناس الفيجيتيريان هيقلي قليلين في الوطن العربي مش كثار. ايوه عادة احنا بنحب اللحوم والدجاج، كائنات لاحمه احنا بالضبط. ايوه الجوال الاوروبيه خفيف اكلهم زي السباجيتي هذه متعودين عليها واصل يعني. بتلاقي كثير ناس بحبوش اللحوم او حتى بيمتنعوا بحاربوا الناس اللي بتاكل اللحوم بتطلع كثير حركات وكذا حتى يقللوا من اكل اللحوم. احنا لازم يكون الاكل مشبع. شوف ربنا لما خلق الكائنات خلقنا ناكل لحوم وخلقنا ناكل نباتات، كل شيء له فائده. لازم بالضبط. لازم ننوع يعني، مش لازم نكون ملتزمين في نوع معين او صنف معين. هلا انا ممكن اضيف البقدونس في هاي المرحله، راح اضيف جزء من جبنه البارميزان واخلي شوي للتزيين. نحرك هاي في هاي المرحله، خليهم شوي نرشهم على الوجه. نحركهم. عندي الباستا تقريبا قربت تستوي، بحب اخليها انا الدنتا شوي، فيها علكه. الباستا اطيب تطلع فيها يعني، ما نخليها تستوي 100%، نخلي فيها شوي العرق او بدنا نقول شوي شاذ لحتى ما تذوب معي وما ترخي نشا كثير وما تطلع بدنا نقول تخبص، ما بتعرف شو بنقول، تلزق بعضها في الطبخه. معجونه ببعضها. معجونه. هون انا الجبنه ذابت شوي، بدي اطول صحن لحتى نقدم فيها الباستا، لأن دغري راح نسكبها احنا اليوم. هلا هيك انا المعكرونه اخذت كفايتها. هلا كيف بنعرف انه المعكرونه استوت او لا؟ ممكن اطول حبه واقسمها من النص. هلا ببين فيها الحركه واصل اني اعملها، ببين فيها عرق ابيض. ايوه اذا بنسويها على الاخر بنستنى هذا العرق الابيض او النقطه البيضة تروح. احنا هيك تمام، راح يكمل مضج مع شويه السوائل اللي طالعه من ال طبعا تغير شكل الفطر اصبح بهذا الشكل. راح رجع حجمه صغير. بكش طبعا طلعت السوائل منه فصغر حجمه. راح نضيف الباستا. هلا راح نتبلها بفلفل اسود وشوية ملح. بعدين كم نخليها وقت؟ هلا انا خلص الطبق جاهز، بس بدنا نقلبه تماما. اشيل هاي الطنجره لحتى نقدر نحرك. بدي ارفعها هون لانه لسه مشعله. راح نطفي العين هذي. هيك انا عندي طبقي تمام صار جاهز. يا سلام طلع سهل. سهل جدا. هلا بس اضيف له شويه فلفل اسود، نضيف له شوية ملح. أنا بدي رأيي إن أنا ملحت الباستا فمش محتاجة كثير ملح، وكمان ملحتي الفطر والثوم. شوف كيف الفطر لزق في بعضه من الجبن دابت معي. هيك أنا عندي طبقي صار جاهز للسكب. لبعض الأشخاص يحبوها لونها تصير أحمر. الباستا ممكن نحط عليها اللي هو قصدك صلصة. أيوه صلصة ممكن. هلا راح نسكبها، راح نطفي الفرن. وهيك عندي طبق الباستا جاهز. راح نزينه هلا بس. اسرع وصفة اليوم. ما في زي اسرع سريع. بدي اطول من الساكل حتى اسهل في السكب. تقريبا سويت انا وصفاء مره يعني سباجيتي نفس كذا بس مع الصلصه الحمص والفلفل. هيك طبقنا صار جاهز. راح نزينه بالبقدونس رشه، راح نزينه بجبنه البارميزان، نحط اكسترا جبنه عليها. هيك طبقنا يكون جاهز. هلا احنا في عنا طبق ثاني اليوم راح نعمل سلطه في الجيم الثانيه بانتظاركم لحتى ترجعوا لي من خطوه ثانيه.
اذا مشاهدينا نخلي ده الطبق مع شيف تهاني وبعدين نروح نشوف زملائي في الاستوديو صفا وحمير الاستكمال باقي فقرات صباحكم اجمل. خليكم معنا. والان الى مطبخ صباحكم اجمل رح نتعرف على وصفه جديده مع الشيف تهاني وايضا سونيا. صباح الخير. صباح الخير عليكم مره ثانيه. وصلنا الى الخطوه الثانيه. طبق ثاني. اليوم راح نعمل طبق ثاني اللي هو سلطة. راح نعمل اليوم سلطة اللي هي بطاطا بالبطاطا. راح يكون النجم عندنا البطاطا المسلوقة سلقناها وقطعناها مكعبات بهذا الشكل. محتاجين في الوصفة كمان ذرة، كوب ذرة الحلوة المعلبة، البقدونس، مخلل مفروم، بصل أحمر، بصلة متوسطة. الدريسنج حيكون عندي زيت زيتون، لبن زبادي، ملعقة صغيرة خردل، مايونيز، رشة ملح ورشة فلفل أسود. طبعا هذه طبقة السلطة بالبطاطا شكل جديد. نعيد عليكم مشاهدينا المقادير اللي تظهر على الشاشة وطبقوها. هذه طبق من السلطة إلى جنب السباجيتي. إذا المقادير 6 حبات بطاط مسلوقة، كوب ذرة، بصل أحمر، مخلل خيار، بقدونس، صوص، ملعقة صغيرة خردل، نصف ملعقة صغيرة ملح، فلفل أسود، زيت الزيتون والمايونيز. أول خطوة أول شيء نبدأ بالدريسنج. رح نجهز اليوم الدريسنج قلنا أو الصوص اللي هو صوص منه أكثر منه دريسنج عادي. رح يكون كثيف شوي. محتاجين في الصوص لبن زبادي، رح نضيف معلقتين كبار مايونيز، عندي 4 معالق كبار، راح نمزجهم مع خردل، معلقة صغيرة خردل، ما بدنا كثير نكهة قوية تكون، راح بالإضافة لزيت الزيتون أو ممكن نستبدل بالخردل مخلل أو خل أبيض اللي هو الخردل. لا الخردل إشي والخل إشي تاني. الخل عادة بديل الليمون. الخردل له نكهة مميزة يعني بيستعمل في الصوصات أو مع السندوتشات مع البرجر. لا شيء ثاني، نكهة ثانية. الخل حامض، الخردل نكهة مختلفة تماما يعني اللي دقوه شيء ثاني، مش بديل أبدا اللي حيكون عنه. اللي ما بحب الخردل ممكن يستغني عنه، في ناس ما بيحبوا نكهة الخردل ممكن يستغني عنه. راح نضيف رشة فلفل أسود تقريبا ربع معلقة، وراح نضيف كمان ملح تقريبا معلقة صغيرة. طبعا. هيك أنا عندي الدريسنج جاهز، راح نحركه. راح نخليه على الجنب لحتى نجهز بقية السلطة. طبعا عادة السلطات اللي بتيجي مع الصوصات اللي زي هاي الصوص رانش أو الصوص الكثيف اللي بنعمله بتكون زكاوتها إنها تترك بوقت، تترك قبل بوقت فيه، يعني مش زي الصوصات الثانية أو الدريسنج السلطة العادية عادة بنخلطهم لازم نخليها نسكبهم وقت الأكل. الصوص اللي فيه مايونيز ولبن وقصص هاي بتطلع اطيب لما تقعد فتره اطول. بدي استعمل انا تختلط المواد مع بعضها. رح استعمل حتى شوي في تكتلات للبن يكون افضل في الشبك. هيك انا عندي الصوص جاهز. تمام. وبعدين الخطوه اللي بعدها بدنا نبدا بالمكونات. انا البطاطا لحتى اورجيكم كيف جهزتها. البطاطا عادة للسلطات لازم تنسلق بالقشر تبعها، ما بدنا اياها تتهرس. مش زي لما نعمل ماش بوتيتو او البطاطا المهروسة. الطريقة في لتقشير البطاطا بسهولة، انا بعمل اكس في البطاطا قبل ما اسلقها. زي مبدأ الطماطم. لما اسلقها بالاكس هذا بتكون سهل تقشيرها، شوف كيف سريع بتقشر معي، مش زي لما يكون عندي الحبة مسكرة. بنقشرها بهي الطريقة. حتى يقولوا انه كمان لو حطيتي قشر البطاطا كمان مفيده للجسم، يعني ممكن اذا انغسلت 100 بس بالسلق عاده رح تطلع تفصل، مش زي القلي. القلي ممكن نخلي القشر بكون اطيب. في السلطات لازم السلطه تبرد، لازم البطاطا تبرد قبل ما نقطعها لانه اصلا السلطه بارده مش محتاجينها ساخنه، ولحتى ما تتفتت معي. لما تبرد البطاطا بتتماسك وبتضل محافظه على قوامها، مش راح تتفتت معي. راح تخلص من القشر، راح نقطع البطاطا وهي بارده طبعا مكعبات، هقطعها من النص بهذا الشكل. اليوم بدنا مكعبات كبيره شوي، يعني بدنا اياها حجم صغير لحتى تضلها متماسكه. بديش اصغرها لانه راح تتفتت اذا صغرناها في طبق السلطه.
هاي الحبة كبيرة راح أقطعها بهذا الشكل. هيك أنا عندي تمام. هيك كمية البطاطا، عندي تقريبا 6 حبات بطاطا أنا سلقت متوسطة الحجم. راح أشيل كمية كبيرة، يعني كمية كفينا كلنا بالاستديو. الخطوة اللي بعدها راح نبدأ بإضافة المواد اللي هي الخضار. تمام. في البول اللي راح نخلط الذرة. فيها نبدأ بالبطاطا، راح نضيف لها كمان الذراية فيها الذرة والمخلل المفروم ناعم. راح أحط كمان بقدونس، ضيف البقدونس، البصل الاحمر. دائما البصل الاحمر بحكي لكم يفضل استعماله في السلطات نظرا لنكهته الحلوه. ايوه طعم حالي كده، طعم حلو غير الابيض. غير الابيض، فدائما يستعمل في السلطات. راح شوي احرك هيك انزلهم. هلا ممكن انا اضيف الصوص. زي ما قلت الصوصات اللي بتحتوي على او السلطات اللي فيها مايونيز لازم نخليها، افضل انها تنترك قبل بوقت، يعني شي نص ساعه بصير طعمتها اطيب. بالضبط. اللي بتتسبك النكهات بتتشرب في البطاطا او في بقيه الخضار بتطلع اطيب. راح احركهم. حتى ممكن نتركها بعد ما نقلبها مع البطاطا والبقدونس تتقدم بتتحط بالثلاجه، بتتقدم بعد بوقت، يعني بارده يفضل بارده. احركهم تماما هذا الشكل. بكون حذره وانا احرك لحتى ما افتت البطاطا. بحاول احرك من الاطراف. أنا عملت وصفة مقاربة لهذه الوصفة، طبق السلطة. بطاطا، بس بطاطس مقلية مع الباذنجان والبقدونس. نفس الفكرة، سلطة المقالي كثير تطلع طيبة. هلا في سلطة شبيهة بهاي السلطة اللي هي السلطة الروسية، فيها بطاطا مسلوقة بس فيها هذيك بازيلا وفيها جزر شبيهة فيها. هيك أنا عندي السلطة جاهزة، راح أحطها أسكبها في صحن التقديم. أنا راح أستعمل اليوم هذا الصحن. طبعاً أطباق اليوم طبقين ولا أسهل، كل واحد أسهل من الثاني وما بيأخذش وقت كثير طبعاً. للأشخاص اللي فيهمش طفل يطبخوا سريع أو يطبخوا كثير يطولوا جوعانين فيختصروا بهذا الطبق. أتمنى مشاهدينا إنكم تجربوا وصفة اليوم. هيك أنا عندي هذا الطبق، طبعاً بتقدم مع كثير أطباق، ممكن مع البروستد، ممكن مع المقالي إجمالاً، يعني إله متعدد الأطباق، يعني بدنا نقول بيلبق مع كثير أطباق. راح هيك راح نزينه بشوية تمام بقدونس. اليوم راح نبعد هدول الأطباق، راح نزينه ببقدونس، بقدونس بالنص هيك راح نحطهم، وراح ننظف السطح. وهيك انا عندي طبق السلطه جاهز، والباستي عندي جاهزه. من الاطباق السهله النباتيه اللي ما بتحتوي اي نوع بروتين تقريبا. طبق السباجيتي مع الفطر والثوم، بالاضافه لسلطه البطاطا المسلوقه. اطباق شهيه وبسيطه ومش مكلفه كمان بدنا نقول. بتمنى يجربوها واكيد راح تعجبهم للناس اللي مستعجلين زي ما قلنا اول. اذا مشاهدينا هذا طبق اليوم، اتمنى تجربوه ولازم نجربه انا وانت يا صفاء. اكيد سهله جدا، والجميل انه حط السلطه فيها كاربز وفيها الياف فيها كل حاجه. ممكن السلطه الوحديه حتى اذا واحد حاب يعمل وجبه سناك بسيطه ممكن ياكلها وبتفي بالغلط. طبقين صحيين 100%. انا اول ما شفتهم انا قلت هذول الاطباق يعني اكيد من ضمن الوصفات اللي راح اجربها. بالضبط. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا لك شيف، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه سونيا. يعطيكم العافيه.